النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حديث شريف تكملته فأن كل ذي نعمة محسود. إذا كان الجزء الثاني من الحديث لا يعكس أحوال الناس المعيشية والاقتصادية والنقدية كما لا يعكس الآن أجواء الذين سيتلقفون كرة النار المعالجات حكوميا ومؤسساتيا في شكل عام، إلا أن الجزء الأول المتمثل باعتماد الكتمان لقضاء الحوائج هو على ما يبدو يصح أكثر من أي وقت مضى في بداية مسار التأليف الحكومي. أوساط قصر بعبدة اعتصمت بالكتمان الإيجابي فيما خص أول اجتماع تشاوري تنسيقي بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعد يوم من الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الحريري في مبنى البرلمان. وكذلك فعل الحريري بمقاربته الكتمان لدى انتهاء اجتماع بعبدة الذي استمر 60 دقيقة، حيث أدلى فقط 15 كلمة عن جو إيجابي. في أي حال، وبحسب أجواء الساعات 36 الأخيرة، ظهرت مرونة وليونة خصوصا في تصاريح رؤساء الكتل والنواب المستقلين الداعية إلى الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة، على الرغم أنه بين هذه المرونة وتلك الليونة تكمن بعض أشباح شياطين التسميات واختيار الوزارات. وإذا كان الكتمان حتى في عدم رد الرئيس الحريري لدى مغادرته القصر الجمهوري عن الأشكال التي طرحت في اللقاء حول الحكومة، فإن الثابت الوحيد حتى الآن هو أن الحريري يرى وجوب تأليف الحكومة العتيدة من أخصائيين من دون أن يقرن هذه الصفة بعبارة مستقلين، على ما صرح مساء الجمعة من ساحة النجمة مكتفيا بالانطلاق من أساس المبادرة الفرنسية. في أي حال، بدت واضحة دينامية تتسم بالسرعة على مسار التأليف الحكومي يعتمدها الرئيس الحريري بغض النظر عن رغبته في أن تكون الحكومة من 14 وزيرا، وعن رؤية الرئيس عون لحكومة من 24 وزيرا، كي يتسنى للوزير إعطاء كل الاهتمام لحقيبته. في الغضون، استحقاقات إقليمية ودولية متلاحقة تؤثر بديهيا في أوضاع المنطقة ولبنان ضمن المنطقة، وأبرزها ما يتعلق بما يسمى مسارات التطبيع، ومنها بسوريا والعراق وإيران وأخرى بليبيا والنفط والغاز وسواها. إذن أول اجتماع تشاوري تنسيقي بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعد يوم الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الحريري انعقد عصر اليوم في قصر بعبدة واستمر 65 دقيقة. أوساط بعبدة فضلت عدم التعليق على أجواء اللقاء إفساحا في المجال لمزيد من الاتصالات والمشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري في الأيام المقبلة، وصرح رئيس المكلف ببضعة كلمات عن جو إيجابي. يعني أول شيء ما بدي أحكي كتير، يعني عاد جلسة طويلة مع فخامة الرئيس والجو إيجابي ومش هرد على أي سؤال تاني، وشكرا. وفي مسار تأليف الحكومة، العميد جوني خلف الذي لم يرى أي تغيير في ترأس الحريري للحكومة المقبلة أكد أن البلد بحاجة إلى حكومة سريعة لوضع خطط إصلاحية إنقاذية، ورأى أن لبنان ذاهب إلى اتفاق للنهاية في ترسيم الحدود، وأن هناك اتفاقا فرنسيا أمريكيا على تمرير هذه المرحلة خوفا من الفوضى. لبنان لم يعد يتحمل تجارب حكومات فاشلة، ولا يمكن ترك اللبنانيين في مهب الريح مع ما يعانونه من أزمات اقتصادية ومالية وتعطيل للمؤسسات والإدارات. هذا الموقف للمحلل السياسي والعسكري العميد المتقاعد جوني خلف، الذي اعتبر أن هناك قطبة مخفية في هذه الإيجابية بالاستشارات الملزمة وغير الملزمة، ورأى أن طريقة التأليف هي الأصعب، واعتبر أن ليس هناك من تغيير في الأسلوب السياسي مع مجيء الرئيس المكلف سعد الحريري. بعتقد أنا ما في شيء تغير، حقيقة ما في شيء تغير لا عند الكتل، وعبروا الكتل امبارح بالاستشارات عن رأيهم. ما حسيت أنا جو رأيهم هو جو قصر صنوبر مثل ما حكي عنه دولة الرئيس المكلف. يعني ياريت بيوضحوا لنا إياها شو معنات أخصائيين. يعني في يكون واحد وزير عنده اختصاص بس منه حزبي، طيب نرجع منجيبه على الحكومة منجرب نحن وياه. ما بعتقد البلد بعد يحمل تجربة حكومات فاشلة. يعني البنى تبعها أنا أكيد 100% أنه قبل ما تشكل، ما بدي أعطي جو سلبي هلأ أو جو تشاؤمي للناس،
لأنه أنا ما شفت في تغيير، يعني ما حسيت في تغيير. هو التغيير كان لازم يبلش من رئاسة الحكومة، بس أنا ما حسيت الكتل النيابية عطت ضوء أخضر أو إشارات إنه نحن رح نساعد بتأليف الحكومة بس بشروطهم كمان. العميد خلف شدد على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت لكي تستعيد الدولة ثقتها أولا من المواطن اللبناني ولاحقا من المجتمعين العربي والدولي. تنتبه لتصاريح الرئيس حريري بين السطور عم بقرأ أنا، إنه اليوم جمع الكتل النيابية يلي ما عملها مصطفى أديب، ما أخذ رأي الكتل النيابية مصطفى أديب هو عم بيألف الحكومة، وهي كانت يمكن ما بعرف إذا كانت هي مقصودة ولا غير مقصودة. اليوم الرئيس حريري اجتمع بكل الكتل النيابية وأخذ رأيهم بتشكيل هذه الحكومة، ما أخذ رأيهم يمكن بالوزراء، بس أخذ رأيهم بالخطة الإصلاحية يلي هو عم يرسمها، يلي هو حطتها قدامه. مثل ما حكي مبارح إنه إحنا عنا 6 شهور البلد بدنا خطة إنمائية، بدنا خطة للصحة، بدنا خطة للمال، للكهرباء، لكل هودي المواضيع العالقة يلي لحديت اليوم نحن ما تقدمنا فيهم ولا خطوة، وإني كانوا سبب بإفلاس البلد. اليوم البلد ما بينترك بلا سلطة تنفيذية، لأنه لاحظة أنت شو عم يمرق معنا أحداث، بعدين نحن رايحين بوضع انهيار تام بكل إدارات الدولة. ما بقى فيك ما يكون عندك حكومة بالقليل تعمل تدرس الخطة الإصلاحية. ثورة عم بتقول وبعدها عم بتقول هلا، ويلي هي بعتقد فقدت إذا بدك تقولي الهدف تبعها، لأنه تقسمت كتير لمجموعات وأصبحت كلها سوا متشرزمة. يعني الأحداث اللي مرقت كانت كفيلة مش بس تنزل الثورة على الشارع، ما أدري كانت كفيلة تنزل الشعب اللبناني كله على الشارع. يعني سؤال كبير، بس سؤال كبير، ليه ما نزلوا الشعب؟ مش ضرورة الثورة، عم نحكي الشعب يلي محروم وموجوع وجوعان وما عم بيقدر يأمن مستقبل لإله لا لعائلته ولا لأولاده. خلف الذي اعتبر أن ترسيم الحدود مع إسرائيل لابد منه رأى أن هناك اتفاقا فرنسيا أمريكيا لتمرير هذه المرحلة. ترسيم الحدود بده حكومة ليمضي بعدين بمرحلة تانية، ما فيك تعمل ترسيم حدود ويبقى اتفاقية حبر على ورق. إذا بدك تروحي أبعد من هيك، هي مصلحة الأمريكان من مصلحة الإسرائيلية؟ لو ما الإسرائيلي عنده مصلحة، الأمريكان يمكن ما كانوا بيطلعوا فينا بهيدي النقطة. حزب الله نقزان من المرحلة اللي بدها تجي، وخصوصا أنه بلشت قصة ترسيم الحدود بهالسرعة ووافق عليها كمان بهيدي السرعة، يعني بيعتبر هو عمل الدور الإيجابي تبعه مع قصة الترسيم. بعتبر أنا عمل خطوة إيجابية حزب الله. هلأ شو الخطوة الثانية المطلوبة منه؟ صارت أنا بعتقد مطلوبة من الكل، لأنه الكل صار بده إخراج اليوم. خلف أشار إلى أن هناك خطوات عملية مطلوبة من الجميع لإنقاذ البلد خلال الفترة القادمة. ماليا، يشهد سعر الدولار انخفاضا في السوق السوداء. نقيب الصيارفة يؤكد لتلفزيون لبنان أن تأليف الحكومة سيعكس جوا إيجابيا يؤدي إلى انخفاض جزئي بسعر صرف الدولار. ما أن كلف الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة إنقاذية جديدة بعد سنة على استقالته، حتى بدأ الدولار في السوق السوداء ينخفض تدريجيا بعد أن وصل إلى عتبة 9,000 ليرة في الأيام الأخيرة. ليطرح السؤال، ما سر العلاقة التي تربط انخفاض سعر الدولار بعودة الحريري إلى كرسي رئاسة الحكومة؟ مثل ما بيقولوا في أشباح بتشتغل بالمواضيع هاي، التلاعب بالأسعار واللي هي السوق السوداء. نحن منشوف المنصات الابليكيشنز الموجودة اللي عم تتلاعب بالسعر، ونحن منعرف انه هيدول في وراهم اكيدة ناس كبيرة، ناس متمولين لحتى يقدروا يلعبوا بالسعر ويتحكموا بمصير العالم بالاسعار. نقابة الصرافين ما لها دور بالموضوع هذي كلياته، نحن مغيبين. السعر اللي عم يطلع وبينزل بيتحكموا فيه إن كان تجار وإن كان سياسيين. نحن شفنا يمكن انخفاض بسعر الدولار من وراء تكليف الشيخ سعد. هلأ الإيجابيات اللي بدها تصير من وراء التأليف، بعد التأليف أكيد اللي حيكون فيه إلى مرد إيجابي، وإن شاء الله منشهد قريبا. الجميع يترقب ما إذا كان الدولار سينخفض إلى ما دون 6,500 ليرة، في حين تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح يوم السبت ما بين 6,800 و6,900 ليرة لبنانية لكل دولار. فهل ينخفض الدولار أكثر ليصل إلى 5,000 أو 4,000؟ نحن بنتمنى أنه يوصل لأسعار
أقل من اللي موجود هلا. أما شو بتتوقعي ما كلياته هذا بدد لشغلات سياسية؟ يعني نحن كنا بالأول نلاقي 4000 مناسبة كتير، هلا إن شاء الله يوصل للأرقام هيدي، بس نعم يعني هي هذا رقم ما بتتوقعي أو ما بتقدر تحصل عليه إلا بدعم رقم كبير بالمليارات لحتى توصل لرقم يكون بهالموازي هيدا. أوضح النقيب مراد أن هذا الانخفاض مرهون بكمية مليارات الدولارات التي ستتدفق عن طريق المساعدات الخارجية، سواء عبر سادر أو صندوق النقد الدولي أو حتى عن طريق الهبات وتحريك العجلة الاقتصادية والسياحية. إذن بعد تشكيل الحكومة سيخلق هذا الوضع جوا إيجابيا ولكن آني، وسعر صرف الدولار سيتأرجح ما بين 6500 ليرة و 8000 ليرة لبنانية فقط، وهو يتصاعد وينخفض تبعا للعوامل السياسية والاقتصادية المؤثرة. غير أن الثابت الوحيد أن نقابة الصيارفة تنتظر تشكيل الحكومة لتطرح ملف تحرير سعر صرف الدولار، ووفق النقابة الأمر الذي سيخفض هامش الفرق ما بين السوق السوداء والسعر الرسمي إلى أقل من 300 ليرة لبنانية. أوضح المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ردا على الجدل عن ملف شركات النفايات أن الوزارة دفعت منذ بداية سنة 2020 مراسيم دفع بقيمة 82.2 مليون دولار و7.4 مليار ليرة ومشاريع مراسيم بقيمة 21 مليون دولار، ولم يبقى لدى الوزارة أي مراسيم عالقة لشركات النفايات. ولفت إلى أن الدولة تدفع كل مستحقاتها وعقودها للشركات بالعملة الوطنية أي الليرة، وأزمة شركات النفايات هي حاجتها إلى الفريش دولار وتحويل مستحقاتها من الليرة إلى الدولار وليست من مسؤولية وزارة المال. وزني أشار إلى أن وزارة المال كانت قد أرسلت كتابا في 2020 الأول إلى مصرف لبنان لتوفير التمويل بالدولار لعقود مع مجلس الإنماء والإعمار لإدارة النفايات المنزلية الصلبة ولم تتلقى جوابا. أعلن نقيب صيادلة لبنان غسان الأمين أنه على أثر صدور تعميم مصرف لبنان رقم 573 الذي فرض بموجبه على الشركات المستوردة للدواء سداد المبالغ المترتبة عليها لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية نقدا، عمدت الشركات المستوردة على إلزام مستودعات الدواء والصيادلة أصحاب الصيدليات وجوب تسديد قيمة مشترياتهم نقدا بالليرة اللبنانية وليس بموجب الشيكات أو التحويلات المصرفية. وقال في بيان توجه فيه إلى حاكم مصرف لبنان رياض سليمي، وبما أن هذا القرار وضع على كاهل الصيدلي الذي يعاني ما يعانيه من مشاكل مادية واقتصادية تثقل كاهله وبات على قاب قوسين من الانهيار الشامل عبأ تأمين السيولة لتغطية مشترياته، فبات ملزما بالاحتفاظ بالأموال النقدية في صيدليته أو منزله مما يزيد من خطر السرقة يعرض حياته للخطر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سوف يضطر الصيدلي إلى وقف التعامل مع الجهات الضامنة التي تغطي عددا كبيرا من المرضى الذين سيكونون عاجزين عن شراء الدواء، لأنه وكما تعلمون الجهات الضامنة لا تسدد نقدا التزاماتها، مما سيدفع بالصيدلي لوقف التعامل مع زبائنها. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان شدد على أن حرية الرأي والكلمة والتعبير على اختلاف وسائله لا تعني التطاول على عقائد الآخرين ورموزهم، وهذا يتطلب إعادة النظر بمفهوم الحرية المطلقة التي ليس لها حدود والعودة إلى المفاهيم الحقيقية لحرية التعبير التي تقف عند احترام الآخرين وعدم المس بعقائدهم ورموزهم، كما يحض عليه الإسلام في تعاملنا مع الآخرين وفي التحاور معهم بكل رقي وسمو. اشتعل اليوم عدد من الحرائق في مناطق لبنانية مختلفة، وعمد الدفاع المدني والأهالي على أطفائها، كما وتم الاستعانة بمروحيات الجيش اللبناني في عملية الأطفاء. وفي شرق صيدا تسببت الرياح الخمسينية بإشعال حريق عند الأوتوستراد الشرقي للمدينة والذي يربط بلدات حارة صيدا عبر والهلالية، والتهمت النيران مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والحمضيات، وقد تمكنت فرق الأطفاء من إخماد الحريق ومنعت من امتداده إلى الأماكن الآهلة بالسكان وكذلك إلى محطة وقود قريبة من الأوتوستراد، كما أنقذت فرق الإطفاء أفراد عائلة حاصرهم الحريق بينما كانوا يعملون في موسم قطاف الزيتون. المجلس الأرثوذكسي اللبناني الذي التأم عبر وسائل التواصل الإلكتروني برئاسة روبير الأبيض بحث في موضوع تأليف الحكومة، ودعا رؤساء الأحزاب والتيارات والزعماء السياسيين إلى التنازل لمصلحة الوطن وأعطاء الثقة للحكومة لإنقاذ المبادرة الفرنسية كفرصة أخيرة للحصول على دعمها وإعادة الثقة بإدارات الدولة.
طالب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى برفع موازنة المشروع الأخضر من أجل مساعدة المزارعين الذين يعانون. مرتضى رأى أنه من غير المسموح بعد اليوم أن يكون هناك أرض غير مزروعة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع سعر صرف الدولار. كلام مرتضى ورد خلال افتتاحه مكتب المشروع الأخضر في سراي الهرمل بحضور رئيس بلدية المدينة صبحي صقر. نحن بنأكد أنه المشروع الأخضر بحاجة لدعم من الدولة والحكومة ورفع موازنته، لأنه عندما نحن بدنا نوسع مساحات الأراضي المزروعة والمروية أيضا بدنا مساعدة لهودي المزارعين اللي هني فعلا عم بيعيشوا اليوم ظروف صعبة وقاسية. ولكن نحن بنأكد قد ما تكون الظروف ضاغطة، الظروف الاقتصادية، الظروف المالية، لابد من النهوض بالقطاع الزراعي، وخاصة أنه لبنان يتوجه إلى قطاعات إنتاجية وخاصة القطاع الزراعي اللي هو عم بيؤدي إلى الصناعات الغذائية. لذلك لابد من أنه تتضافر كل الجهود، لابد من نقول البلديات، اتحاد البلديات، سعادة القائم مقام اللي عم يرعى هذه العملية بالمنطقة، المصلحة، المشروع الأخضر، كلنا بدنا نكون متكاتفين، بدنا نعطي ونولي أهمية كبيرة لهذا القطاع. مش مسموح من بعد اليوم يكون عندنا مساحات أرض مش مزروعة أو مساحات أرض هي بدأ استصلاح بسيط ما نكون نحن عم نستصلحها ونزرعها. لذلك وبتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري لنتوجه على هيدي المناطق اللي هي فعلا مناطق محرومة، مناطق بحاجة. السبب الأول نحن بدنا نخفف أعباء عن أهلنا حتى ما يحملوا ملفاتهم ويروحوا على مناطق بعيدة حتى يشتغلوا ملفاتهم، ويكون في بعد بينهم وبين المكاتب حتى يتابعوا هيدي الملفات. أهلا بكم من جديد. في ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكثر من 50 مليون شخص صوتوا مبكرا وترامب صوت في فلوريدا. صوت أكثر من 53 مليون ناخب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في إطار التصويت المبكر، وهو ما يشير إلى الاهتمام الكبير بالسباق والحرص على تجنب خطر الإصابة بكوفيد 19 إثر الزحام على مراكز التصويت يوم الانتخاب المقرر في 23 تشرين الثاني المقبل. من جهة أخرى، توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح السبت بالتوقيت المحلي إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا للإدلاء بصوته مبكرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 23 تشرين الثاني. الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، والذي كثيرا ما يثير بشكل منتظم ودون أدلة خطر التزوير خلال عملية التصويت عن طريق البريد، قال لقد كان تصويتا آمنا للغاية وأكثر أمانا بكثير مما لو صوت عن طريق البريد، وأضاف أن كل شيء كان على ما يرام بدقة شديدة وبما يتفق مع القواعد. وقال ترامب للصحفيين: ستنشغلون كثيرا وسنجعلكم تعملون بجد قبل أن يبدأ ماراثونا انتخابيا حيث يتعين عليه عقد 3 اجتماعات في 3 ولايات مختلفة. السودان الدولة الثالثة التي تطبع العلاقات مع إسرائيل مقابل رفع اسمها من لائحة الدول الراعية للإرهاب. السودان رسميا ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع الكيان الإسرائيلي وتوافق على تطبيع العلاقات، وبذلك رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي أدى إلى رفع الحظر عن المساعدات الاقتصادية والاستثمار له. كيف تم الإعلان عن هذه الخطوة؟ بعد وقت قصير من تحرك ترامب رسميا لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، نقل الصحفيون إلى المكتب البيضاوي في واشنطن، حيث كان الرئيس ترامب يتحدث هاتفيا مع القادة السودانيين والإسرائيليين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الوفدين الإسرائيلي والسوداني سيلتقيان لبحث التعاون التجاري والزراعي،
فيما شكر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ترامب على رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب. وقال ترامب إن 5 دول عربية أخرى على الأقل تريد إقامة اتفاق سلام مع إسرائيل، وأنه يتوقع أن تطبع السعودية العلاقات مع إسرائيل. الفصائل الفلسطينية أدانت هذا الإعلان، كما أدانت إيران الصفقة ووصفتها بأنها زائفة وتم التوصل إليها مقابل دفع فدية. كيف تم التوصل إلى هذه الخطوة علما أن السودان استضافت مؤتمر اللاءات الثلاثة الشهير المناهض للتطبيع مع إسرائيل عام 1967، عندما أقسمت جامعة الدول العربية في اجتماعها في الخرطوم بأن لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل ولا مفاوضات معها، كما خاضت السودان حربا ضد إسرائيل عامي 1948 و1967. لكن مع الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير العام الماضي واستبداله بمجلس عسكري مدني انتقالي، تغيرت الديناميكيات السياسية في السودان، ودعم جنرالات السودان إقامة علاقات مع إسرائيل كوسيلة للمساعدة في رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وفتح الباب أمام المساعدات الاقتصادية التي تعتبر السودان في أمس الحاجة إليها. الرئيس التركي يهاجم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا أنه بحاجة لاختبار قدراته العقلية، ورئاسة الفرنسية تستنكر تصريحات أردوغان غير المقبولة بحق ماكرون. يبدو أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضرورة تحرير الإسلام في فرنسا من التأثيرات الخارجية في الخطاب الذي ألقاه في 2 من تشرين الأول أزعجت بشكل خاص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويضاف ذلك على قائمة الخلافات العديدة بين الرئيسين الفرنسي والتركي. إذ هاجم الرئيس التركي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا، واتهم فرنسا بأنها تقف عموما وراء الكوارث وما أسماه بالاحتلال في أذربيجان. وتساءل أردوغان عن مشكلة ماكرون مع الإسلام قائلا: ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟ وأكد على أن ماكرون يحتاج إلى علاج عقلي. واعتبر الرئيس التركي أن السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة، واعتبر أن اقتحام الشرطة الألمانية لمسجد في برلين هو دليل على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة. اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية وقوات أرمينية في إقليم ناغورنو كاراباخ بعد يوم من محادثات أجريت في واشنطن بهدف إنهاء أعنف قتال يشهده الإقليم، واتهم مسؤولون محليون القوات الأذربيجانية بقصف مبان في خانكندي أكبر مدن الإقليم وهو ما نفته أذربيجان. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد اجتمع مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان على نحو منفصل في محاولة جديدة لإنهاء القتال الدائر منذ شهر، والذي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أسفر عن مقتل 5000 شخص على الأرجح. وإلى الصفحة الرياضية، أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن قائده سيرخيو راموس على وشك العودة من الإصابة عندما يواجه برشلونة في الكلاسيكو في الدوري الإسباني. وأبلغ زيدان لقد تعافى من إصابته، لكن من الواضح أننا لن نتحمل أي مخاطر، سيكون معنا ونحتاج إلى لاعبين يتمتعون بلياقة جيدة وسيرخيو كذلك. يعتقد دييغو سيميوني أن فريقه أتلتيكو مدريد يمكنه أن يتعلم من هزيمته أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه فرق أخرى في الدوري الإسباني، وقال إنه رغم الخسارة 0-4 أمام النادي البافاري فهو أخذ الكثير من الإيجابيات في المباراة، وهو يؤمن تماما بلاعبيه لأنه يعرف فئتهم وكيف يفكرون وتسلسلهم الهرمي. أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بماركوس راشفورد لمعركته ضد جوع الأطفال، وقام راشفورد بحملة بلا كلل خلال فترة الإغلاق لتوفير وجبات الطعام للشباب الذين يعانون من الفقر، مما أجبر على تغيير سياسة الحكومة في وقت سابق هذا العام. وقال كلوب إنه فخور براشفورد وأن أفعاله كانت شيئا رائعا. صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: بثت وسائل إعلامية معلومات حول الاجتماع بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي انعقد اليوم. يهم مكتب الإعلام أن يؤكد أن الاجتماع كان مغلقا بين الرئيسين ولم يصدر عن قصر بعبد أي معلومات عنه، وبالتالي لا أساس من الصحة لما وزع من معلومات فاقتضى التوضيح.
ختاما ينتهي منتصف هذه الليلة العمل بالتوقيت الصيفي ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وعملا بقرار رئاسة مجلس الوزراء نذكر المواطنين بوجوب تأخير الساعة 60 دقيقة منتصف هذه الليلة. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة.